رئيس مجلس اداره الشركه، ومش هضيع وقت كتير عشان نستفيد من التوك بتاعه، بس انا حابب في الجافرنج ده ان انا هقول فول سلايد اوجه بيهم مسج. فرصه ان احنا ما بنتقابلش كتير وان احنا اتقابلنا مع بعض، وبعدين فرصه ان في طلبه من انجينيرنج، في طلبه من مانجمنت، ما اعرفش في طلبه من ميديا ولا لا، فدي فرصه كويسه. في البدايه لازم نبقى عارفين ان احنا بنعيش ذا ايج اوف تكنولوجي، ده عصر التكنولوجي. وطول عمري كل التوكس بقول لاول مره منذ نشاه البشريه تخصص او توجه كل التخصصات اللي في الدنيا كلها تديله عشان يريفلميت كل البيزنس مودلز بتاعها. يعني ايه؟ النهارده في الاي سي تي انت حضرتك كنت قاعد سمعته بس. الموبايل اللي مع حضرتك اي سي تي، الساعه اللي في ايد حضرتك اي سي تي، التيشيرت اللي انت لبسته ديزاين اي سي تي، كل حاجه الكورس اللي انت قاعد فيه دخل فيه ناس بتوع اي سي تي، العربيه بتاعتك اللي بره اي سي تي، حياتك كلها، الاوبر اللي انت هتطلبهم وانت مروح النهارده اي سي تي، مفيش حاجه ما عليكش اي سي تي، النهارده الميدسن اي سي تي، الدراج اي سي تي، كل حاجه اي سي تي. واللي دليل على كده انا هوري لحضراتكم شارت، وده انا بكرره عشان لازم نستوعب ليه، لان الاي سي تي ده ذا مين بيل او ذا مين سيكتور بيل ذا ايجيبشن ايكونومي. وهنشوف مثال واضح النهارده قصه نجاح ناشونال كامبني، هنشوف بدات ازاي، وده هيخلي كلنا عندنا دريم ان احنا نحلم ونريز السيلينج بتاعنا. يو هاف تو ريز يور بار. يعني انت النهارده دي قدامنا سكسس ستوري ناجحه هنشوفها. ليه ايدج تكنولوجي؟ اللي قدامكم حضرتك دولت التوب 6 كامبانيز اكوردنج للكابيتال انفستمنت بابليك كامبانيز سنه 2006. 2006 كان عندنا مين؟ كان عندنا موبل، اكسون موبل، جنرال الكتريك، مايكروسوفت في المرتبه الثالثه، سيتي جروب، بي بي، رويال داتش. كام شركه من دولت اي سي تي؟ شركه واحده اللي هي مين؟ في المرتبه الثالثه. بعد 10 سنين 2016 التوب 6 كامبانيز، اول واحده قبل من بره خالص، لان الموبايلات اللي حضرتك شايلينها كتير منها قبل، بالسيرفيسز اللي عليها، بالتابلت، بالنوت بوك، بالسوليوشنز اللي قدمها قبل من بره خالص، بنمبر واحد الفابيت، مايكروسوفت، امازون، اكسون موبيل، فيسبوك. كم شركه اي سي تي؟ خمسه اوت اوف 6. واكسون موبيل بقى اللي هي شركه البترول والجاز العالميه دي كلها في المرتبه اللي قبل الاخيره، انا امشور انها كيكد اوت. ماشي؟ ده يعني ايه؟ ان اللي بيليد الانترناشونال ايكونومي هي شركات الاي سي تي. طب لو اللي بيليد الانترناشونال ايكونومي هي شركات الاي سي تي، حضراتكم المفروض اللي قاعدين قدامي دول كلهم بتوع اي سي تي، ليه مش بنجد جاد جوبز وذ جود سالاريز؟ لان اتس اول اباوت innovation. يعني ايه innovation؟ انا اعرف لحضراتكم innovation حاجه بسيطه. innovation knowledge skills and attitudes. يبقى الجامعه لازم تعلمك knowledge skills and attitudes. طب حد يقول لي ايه innovation؟ ده innovation. Yeah.
في كام واحد بيلعب كوره في العالم؟ كتير بس ده البيت. طب احنا بقى عشان اميك شور فده امبارح وبعدين انا اسف الناس في برشلونه بس لكن this is احد الديفينيشن عشان تعرف يعني ايه انوفيشن. ده يعمله واحد في العالم اسمه رونالدو. ماشي. طب خلينا بقى نرجع للتوب بتاعنا. انا في دايما صوت بقولها مش عايز اطول عشان نسمع المهندس جمال شنودة. انا حابب ان اسمعه. اور فيجن بقى في كليه الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ان احنا it is a world in which comfort with ideas and abstraction is the passport to a good job. In which creativity and innovation are the key to the good life. In which high levels of education, a very different kind of education than the most of us have had, are going to be the only security there is. بس بشكر حضراتكم وبرحب بالمهندس جمال شنودة. حضرتك اتفضل ونشوف بعض ان شاء الله. شهر ماي؟ لا انا استاذ حضرتك. لا مش لسه شهر ماي. احنا عندنا كومبيتيشن في الاسبوع ال 11 الثلاث لا الجاي للثلاث اللي بعده. ذا فيرست هاكاثون او ذا فيرست بروجرامينج هاكاثون بيعرض في الاكاديميه ومشاركه كل كليات الاكاديميه الانجنييرنج كمبيوتر ساينس بزنس ميديا السمارت فيليج. فانا بجوين يو انكم تجوين الهاكاثون ده او الكونتست ده. في جوائز ماليه كبيره قوي للثلاث فرق الاوائل والميلت كبيره عشان ننكرج يو عشان احنا عايزين نطلع البيست بروبلم سولفرز وبروجرامرز موجودين في الاكاديميه. وانا خدت وعد من الدكتور من المهندس جمال شنودة ان احنا هنشتغل على بعض مع بعض في الموضوع ده. السنه الجايه هنعمل هاكاثون مش على مستوى الاكاديميه بس على مستوى جامعات مصر. وده اول موديل يتعمل ما بين ناشونال يونيفرستي اللي هي الاكاديميه وناشونال كامباني اللي هي هيتس. فانا بدعو حضراتكم برضه للمشاركه في الكومبيتيشن اللي عندنا الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده ونشارك مع بعض في الهاكاثون ده. وحابب حضراتكم تكونسيدر نفسكم اللي موجودين من كليه حاسبات او هندسه او نفسكم كلكم طلبه في حاسبات. كل الريسورسز بتاع حاسبات افيلبل لحضراتكم. جوين اس كل الاكتيفيتيز بتاعتنا. وده شرف للكليه ان حضراتكم تكونوا موجودين معانا النهارده. شكرا لحضراتكم. شكرا حضرتك جدا. شكرا اسامه. انا اسمي جمال شنودة سي او في هيتس تكنولوجيز. احنا شركه بتاع سوفت وير انت حضراتكم اي سي تي او اذر تكنولوجيز وشايف في طموح. انا عايز اقول لحضراتكم كلمتين مفيش فايده انسوا. دي الكلمه اللي اتقالت لي. كنا سته في نادي هليوبلس قاعدين عشان نفتح اور سوفت وير كونتنت سنه 98 كانت الكلمه اللي اتقالت لي انسى مفيش فايده. نبقى في مصر هتطلع سوفت وير بيكومبيت انترناشونالي انسى. شوف الشوارع عامله ازاي، شوف الناس عامله ازاي، شوف التعليم عامل ازاي. ايفري ثينك ضلمه مش ممكن. وفي الاخر خالص كنا قعدت احاول ووافقوا. وساعه الكد ما كل واحد عايز يدفع كام الف جنيه راس مال ولا واحد جدعان. نيفر. خدت شقه صغيره في عكاسه الاحاد ورحت كده بالشورت جبت كمبيوتر بلست وقعدت لوحدي. ماي انتيم كان معايا في الكليه على طول امتياز كان عقده عن شمس. قال لي مش هسيبك تفشل لوحدك اجي معاك نفشل مع بعض. وبدانا احنا الاثنين في 98 كرنتلي احنا موجودين اكثر من مليون ونص سبسكرايبر على السوفت وير بتاعنا في 52 بلد في العالم. وانا شايف انه الكلام ده القصه دي ممكن تتكرر مش عشرات المرات مئات المرات بالبرين الناس اللي زي الوالد الرسول.
احنا الشركه بتاعتنا دلوقتي فيها 200 انجينير وكونسلتنت كلهم جامعات مصريه، كلهم مصريين 100%، وهم دول الناس اللي عملنا بيهم السكسس ستوري دي، وهكلمكم احنا كمان بنعمل ايه دلوقتي. اكشوالي زي ما قال دكتور محمد ان الموضوع كله حته نولج وسكيلز واتيتيود وانوفيشن، عندك حاجه جديده تقدر تكون بيها. وكانت كويسه الكومباريزون بتاع السكس كومبانيز اللي كانوا سنه 2006 كذا و2016 اللي هي سوفت وير كومبانيز. انا عايز اقول لكم ان الصوره دي انه ذا توب نوت اونلي 6 ولا 10 توب 50 كومبانيز الفتره الجايه هيكونوا اي سي تي كومبانيز في العالم كله، نوت اونلي في مجال البروجرامينج في ايفري سنجل سيتي. اوكي في كل مجالات الحياه الاي سي تي ده مفيش كلام يعني. وانا شايف انه في جوبز كتيره جدا جدا للاسف الشديد هتنتهي السنين اللي جايه، والكلام ده مش بعد 50 سنه، الكلام ده فيري دراماتيك ده هيحصل. والجوبز الرائعه اللي هتفضل موجوده هي السوفت وير هيربليسوا حاجات كتيره جدا، هيربليسوا للاسف الشديد جزء كبير قوي من الدكاتره، هيربسوا حاجات كتير قوي في الصحه، حاجات كتير قوي في التعليم، حاجات كتير قوي في الاندستري. وهكلم حضراتكم احنا في هيتس تكنولوجيز في الريسيرش بتاعنا وصلنا لايه في حاجه زي كده. هتكلم بسرعه. كانت اول هيت لينا كانت بدانا كنا عايزين هنعمل ايه، فكانت في حته فاضيه كده اي ار بي سيستمز الانترناشونال ما كانتش عارفه تعمل حته كده في الاتش ار. وكانت بالصدفه برضو عشان اقول لكم برضو حته انه الاوبورتيونيتي لما بتيجي ازاي تستغلها، كانت في مشكله سنه 99 مشكله الزيرو زيرو، كنتوا صغيرين، انه كمبيوترات كتيره قوي جدا هتعطل ديو تو زيرو زيرو. فانا وماي فريند قلنا واي نوت ان احنا نعمل سوفت وير في حته معينه في الكوميونيكيشن، انه الحاجات اللي فيها كوميونيكيشن محدش هيعرف ما فيهاش يوزر انترفيس هو اللي بيليد، هي كلها بروسيسز في النص. فعملنا كوميونيكيشن بروجرامز للسنترالات عشان ودرسنا بسرعه 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 جدا. انا بعت ديسمبر سنه 99 33 نسخه من سوفت وير بيعمل بيتوصل بيعمل انترفيس مع البي بي اكس سيستمز فور كل اكونتنج اند كل مانجمنت سيستمز. بعت الواحد ب 7500 دولار اخر 99 في شهر ونص. اوكي كانت فيري سمول ايديا اند هاف سبريد لايك هاف. وبعدين بعد كده دخلنا في اتش ار زي ما قلت لحضرتك اكثر من مليون ونص وريسين. واول ما ظهرت الكلاود كنا ون اوف ذا ليدرز في العالم كله، انا بتكلم حضرتك على مستوى العالم مش على مستوى مصر خالص. كنا ون اوف ذا ليدرز على مستوى العالم، واحنا دلوقتي كرنتلي اكبر شركه بتيوتلايز الكلاود وحط عليها انوفيشن في الميدل ايسترن افريكا. وانا حوالي حضراتكم برضه وورلد وايد اوورد واخدنا في الحاجات دي. احنا من اول 2003 مايكروسوفت اتعرفت علينا، كان مستر علي الفرماوي ساعتها ماسك جنرال مانجر مايكروسوفت، وقال لنا انتوا فين؟ انتوا عددكم ايه؟ كنا ساعتها 4 انفار بس. وبداوا عملوا معانا بارتنرشيب وبدانا ناخد جوائز على مستوى مصر ولغايه 2014. وبعد كده بدانا الكمبيوت على مستوى العالم. هنشوف بعد كده في دي كانت 2013 من ضمن 32,000 شركه على مستوى العالم. كانت هيتس ون اوف ذا ليدرز موجوده في الكلام ده، الكلام ده كان في تكساس، بعد كده في واشنطن 2014، وكمان في صوره ثانيه مش عارف موجوده ولا لا 2017. دي انا بتكلم برضه على مستوى العالم. اوكي الشركه كلها مصريين. اوكي اند ذن وي هاف ركبنا الموجه بتاعت الديجيتال ترانسفورميشن، وديو تو الكلام ده عملنا بدانا ندخل في الاي او تي انترنت اوف ثينكس. عملنا ديزاين ريسنتلي لجهاز وي كول ذا هيتس اي او تي هوت ايدنتيفيكيشن سيستم. وزي ما حضرتك عارفين اي او تي ده الموجه الجديده من اول ما الواحد يتولد لغايه الوفاه، هتلاقي فيه سنسورز بتعمل ميني ثينكس. فكان حاجه من الحاجات اللي شايفينها مشكله كبيره جدا في البيروقراطيه في مصر حته الورق الكتير قوي. هتشهد ميلادك، هات مش عارف صورتك ايه، هات كل حته في المنصه.
فكنا عرضنا ان احنا واي نوت ان احنا نعمل بايو ايدنتيفيكيشن مالتي ايدنتيفيكيشن للوحده لما من اول ما يتولد. فعملنا ديزاين لجهاز وصنعناه في اوروبا، ما صنعناهوش في الصين ولا حتى في امريكا، و فيري سون هنصنع في مصر برضو. الجهاز ده فيه كل الاي او تي سنسورز بتاعت البيومتريك مع الدي ان اي، يعني ده الحاجه الوحيده اللي فاضله وبنعمل عليها ريسيرش ان احنا نحط سنسور تو مانج الدي ان اي. وكانت الفكره انك بايومتريكلي من اول ما الولد الصغير اتولد، مجرد ما اتولد في المستشفى عملت ورقه تروح تسلم الصحه السجل المدني، السجل المدني ولد في كل الوزارات، وبتبتدي تمشي الكلام ده من غير ورق طول الدنيا. صحيح رحنا وصلنا لغايه ما قابلنا السيد الرئيس نفسه، وبعد كده دخلنا في البروكراسيه بتاعت مفيش فايده حقيقيه يعني. لكن وي كومبيت دلوقتي، وفي بلد من البلاد احنا واخدينها من بابها في سوفت وير، وطلبوا مننا ان احنا نعمل المالتي ايدنتيفيكيشن ده ليهم على مستوى السيتيزنز كلها. فعملنا سيتيزن مانجمنت سيستم، وبالتالي انت بتتحرك لا باسبور ولا طاقه ولا شهاده ميلاد ولا اي حاجه، everything is on your cloud secure 100% using HITS technology blockchain. وفي نفس الوقت ما فيش حد، ما فيش duplication ولا redundancy لاي داتا. حتى لما تروح في تحفظ، رحت بنك عايز منك صوره البطاقه، تدي له authorization for a while، and بعد كده بالبلوكتشين بياخد كوبي منها، ديجيتال كوبي برضو، وتبقى حياتنا تتمجد لا رخصه ولا بطاقه ولا شهاده مش عارف ايه وهكذا. فالكلام ده كنا شايفينه مشكله في ميدل ايست اند افريكا كبيره جدا. ف وي هاف ديزاين ذيس ديفايس، بيعمل فويس ريكوجنيشن، بيعمل فيس ريكوجنيشن، بيعمل ار اف اي دي، ان اف سي، ايريس ريكوجنيشن، ثيرمال ريكوجنيشن، QR code recognition, barcode recognition, SIM card recognition, every single thing in one small device designed 100% in HITS labs. 100%. Okay. واحنا اللي مختارين السنسور، احنا اللي عاملين الديزاين بتاع الـ PCB وجاست فور ماس برودكشن بعتنا بريتا. And الكلام ده كله بـ new graduate people. يعني المشروع ده كان اللي ماسكه الناس اللي معانا من ساعة ما الـ opening تقريبا. لكن البروجكت ده كان نيو جرافيك بيبول واخدينهم من الجامعات المصريه، عملوا افري سنجل ثينج. عملنا جروب اوف كل الانجنييرنج ديبارتمنتس، كان ميكاترونكس كان كتير قوي، الكترونكس كوميونيكيشن باور، جبنا فيزيست، جبنا ماثيماتيشنز، جبنا طبعا كمبيوتر ساينس المين ثينج عندنا في المين للموضوع. كل التخصصات اشتركنا في ون بروجكت فور مالتي ايدنتيفيكيشن، والنتيجه اتس وركينج من ميني ميني سايتس في البرايفت سيكتور. عملنا ايه بالكلام ده؟ في المالتيبل بايومتريك ثينكس بدانا، هو ده خلاص وانس انك ايدنتيفايد ممكن تعمل سمارت هوم، سمارت هاوس، سمارت بيلدينج، سمارت سيتي. هفرج حضراتكم على حاجه مثلا، لو عندنا حاجه بتاعت المالتي ايدنتيفيكيشن ده. Anything you can imagine. تعرفين لاب راسبري باي واردينو والاي او تي اتس اوبن اندد. ف you can do any thing you can imagine or you want to innovate by حاجه زي كده. And then on the line up كمان دخلنا في الفيجن او الكوجنيتيف تكنولوجي، والحاجات دي عايزه huge deep learning of machine learning وartificial intelligence
وبزنس انتليجنس وحاجات كتير جدا على الانترنت. بس ساعات كده تلاقي الالجوريثمز بتاعت الحاجات دي موجوده على المستوى اللي هو تعمل فيها ترايل اكسبيرمنت, لكن تعمل فيها حاجه كوميرشالي انسى مقفول عليه. وكانت اوبستكل رهيبه جدا, الموضوع ده عنيف عنيف بشكل لا تتصوره, في كم ماثيماتكس وهمي. وبدانا نحفر 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 and we have done الانجريدينتس او الطبخه بتاعتنا بتاعت HITS, and now we manage machine learning and biometric technology in an amazing way, لدرجه ان مايكروسوفت كانت جات من سياتل كذا مره يتفرجوا على الموديل ده, ورحنا معهم كذا حته as a road show for this technology. التكنولوجيز اوف الماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس اللي احنا عاملينها you can apply it in everywhere. زي ما شفت انك كمان انك you can control things remotely using الموبايل, الموبايل اب. ممكن even بنفكر مع شركة كوالين مصرية نعمل الكلام ده even for home use. حضرتك تكون قاعد في الساحل الشمالي ويجي حد شغال عايز تدخل مش عارف ايه, تفتح لها من هناك وتعمل لها ديليجيشن وتراقب البيت بتاعك وانت ريموتلي, والكلام ده على كلاود. It's not peer to peer. Peer to peer ده بتاع مشاريع في الكلية, لكن بعد كده على artificial intelligence على كلاود هو ده الموضوع. And this is one of the things اللي عملناها. And then رحنا biometric ان قلنا why not كمان الكاميرات اللي موجودة دي تشتغل for recognition. لما تقف قدام ويب كام سهلة قوي, لكن من الكاميرات دي عايزة engineering بشكل معين. فعملنا سمارت سيرفيلانس. سمارت سيرفيلانس ده انك يوزنج الاي بي كاميرز الموجوده ريكوجنايزنج بيه ويبتدي يعمل كورليشن ما بينهم. فجامعه زي كده لو في وانت سكيور كل الكاميرات اللي بره دي تبتدي تشوف كل الناس اللي بتيجي وتتعرف ده احمد وده محمد وده عمرو وده كذا وده جاب وده جه النهارده وده ما جاش وده مش عارف ايه. وبعد كده لا قدر الله لو حصلت اي مشكله يبتدي تقدر تسيرش على بيرسون معين تقول له الكلام ده الراجل ده كان فين الايام دي, اول المكان اللي اتسرق ده الحاجه دي راحت فين, فيبتدي يعمل اوبجكت تراكنج او بيبل تراكنج. نوت اونلي ذس, بيبتدي بارتفيشال انتليجنس يبتدي يعمل كورليشن ما بين البيبل. يقول على فكره الراجل اللي كان بيقف دايما قدام بتاع السرقه دايما كان بيقف مع واحد اسمه فلان الفلاني, وكان واحد بيقف بعيد من العربيه برضه كان بيكلمهم. بيبتدي السيستم يعمل كايند اوف ماشين ليرنينج وكورليشن بين البيبل. الكلام ده احنا ايفن عرضناه برضه على جهاز معين في الدولة, وفيري سون هيشتغل في حتة من الحاجات الحساسة اللي موجودة في مصر using our own technology. كانت one of the criteria انهم they didn't want انهم يستخدموا حاجة زي كده في تكنولوجي مش معروفة او معمولة بقى. And it's very easy في حاجة security زي كده once انك انت اللي عامل السوفتوير انت هتتحكم فيه whatever بقى عامل فاير وول والكلام اللي هو الفرونت اند ده, لكن الباك اند تقدر تعمل اللي انت عايزه. فونس انه عارف ان الكلام ده 100% وشافوا ايفن السورس كود بتاعنا والناس منهم كانت فيري انتليجنت, وي هاف يوزد اور سمارت سيرفيلانس في حته فيري سينستر في مصر موجوده هنا يوزنج ذيس تكنولوجي 100% بيور, وعملنا لهم عربي وهكذا. ممكن نفرجهم برضه على سمارت سيرفيلانس ده برضه بروتوتايب عاملينه في الشركه عندنا. ففيزيتور فابتدى اتعرف عليه اوتوماتيك كده كونتراكتور لو انا النون, فيبتدي يعمل ثريد بيت للامن في واحد دخل تذكر فيبتدي يجيب انفورميشن الساين ان بتاعه امتى والساين اوت بتاعه امتى وبيكم مره وهكذا. عملنا الكلام ده كمان عملنا سمارت اتندنس للماشينز. زي ما حضرتك عارف الماشينز بتاعت الاتندنس عشان الموظفين تعرف في امتى وخرج امتى, كل الماشينز اللي في العالم اللي في العالم اتس وان واي دايركشن. لو جيت الساعه 9 هنا والساعه 10 خارج رايح المبنى الثاني مش هتعرف انت رايح على الساعة 10 انت مروح ولا ماشي ولا مزود ولا رايح ميشن ولا رايح تعمل ايه بالظبط؟ Nothing knows. سواء الماشين اللي عندها سامسونج او اي بي ام او وات ايفر اي حد. Our machine is the first, بقول لكم the first smart IoT attendance worldwide. Worldwide. اوكي؟ ودي كانت one of the awards اللي احنا واخدينها. فعملنا الاتي قلنا why not انه الماشينز دي تبقى tablet based او فيها بروسيسور زي ARM بروسيسور مع داتا بيس زي سيكول اكسبريس او ماي سيكول او وات ايفر, والكلام ده بيسنكرونايز مع الكلاود, ونحط كل الماشين ليرنينج بتاعتنا بالبايومتريك ايدنتيفيكيشن ده, بحيث لو حضرتك جيت الساعه 9 والساعه 10 رايح فور اكزامبل الفرع الاكاديميه اللي في اسكندريه فيقول لك الو احمد انت يور ساين ان از 9:30,
وبعد كده تيجي الساعه 10 ونص يقول لك هو انت رايح الميشن اللي في اسكندريه ولا رايح ميشن ثانيه ولا عندك عذر تمشي. فتبتدي انتراكت معاك وونيفر انتراكت معاك تروح الناحيه الثانيه عند الاسكندريه بعد ساعتين ثلاثه تطلع الجي بي اس بتاعك الاب بتاع هيتس وتقول له ساين ان. فبروح انا اعمل زومينج على الماب اشوف مين المكان اللي انت موجود في الكالندر بتاعتك وفي الاجنده بتاعتك وبستنتج انت رحت امتى ورجعت امتى ويروح الكلام ده على البرفورمانس ابريزل بتاعك على السالري بتاعك على البرديم بتاعك. القصه اللي عمر ما حد عرف يحكيها وي هاف دان 100% هنا موجوده في مصر بالتكنولوجي بتاعت السمارت. انا ما اعرفش عندنا حاجه للسمارت اتندنس موجوده في الفيلمس if not it's the multi identification هو العام بتاعنا. and recently بدأنا في الارتفيشال انتليجنس لقينا انه كمان الكاميرات دي والمالتي ايدنتيفيكيشن ده اكتف لازم تقف قصاده وده باسيف بس لو واحد مخفي شويه مش هنعرف نجيبوه. فقلنا واي نوت ان احنا نكمل الكلام ده ان روبوت يتمشى زي السكيورتي يبتدي يسكيور المبنى او يسكيور الشارع او يسكيور الكلام ده. كلمه انك تخترع روبوت دي برضو اول ما قعدنا واحد قال ما فيش فايده ما ينفعش انسى لانه حته روبوت انه يتحرك اوتونوموس زي العربيات اللي بتمشي اوتونوموس او هير درايف اتس اكستريملي كحيل ديفينت. اند وي هاف سيد اجين الكلمه اللي اتقالت لي سنه 99 مفيش فايده انسى هي الكلمه اللي بتخليني اتغاظ وي هاف تو انسيست على ذلك. وقعدنا عملنا هيوج ريسيرش نوت اونلي ان احنا بنعمل روبوتس اوتونوموس بيتحرك زينا زي اللي عملناه الشركات الضخمة جدا. حطينا فيه 2 or 3 ideas ان شاء الله لما ينجحوا extremely unique. One of them عملنا حاجة اسمها virtual joints. اوكي okay. انه الاذراع بتاع الروبوت مش ماسك في الروبوت بيتحرك معاه وبيعمل كل حاجة بس الجوينت دي او مفيش اي حاجة. We have used مع بتوع الفيزيكس والانجينيرنج عندنا كان كونسبت من ايام لينز لولا بتفتكروا الدروس بتاع فيزيكس يعني انه whenever تعدي ماجنتيك فيلد على كونتاكتور بيحصل عنده في ريزيستنس. يعني لو حطيت ماجنت على حته نحاس فما النحاس ما مش ماجنتايزد رايت لكن لو حركت المغناطيس بسرعه قوي تلاقيه انه عايز يشد حاجه. فالايديا دي كانت مستخدمه في كذا حاجه من ضمنها الهايبر لوب ترينز بتاع الليتيشن ده. فقلنا واي نوت ان احنا نعمل فيرتشوال يونيبول ماجنت. الماجنت ده كله ماجنتيك فيلد وده كنترول باي مايكرو كنترولر زي راسبري باي او اردينو بس الحاجات اندستريال. وبالتالي الروبوت ده بيتحرك من غير ما في حاجه ما فيش فريكشن ده ماسكه بيتحرك بالمايكرو كنترولر والسوفت وير بتاعه مكتوب جزء منه سي شارب جزء منه بايثون وهو اللي بيحرك الحاجة. وفي وقت من الاوقات ممكن الايد دي تتحرك لوحدها وتروح تعمل تاسك ثانيه وترجع وبلاج ان. وفي ات ذا اند اوف بعد 3 or 4 hours يروح الروبوت يشحن نفسه ويكلم روبوت ثاني ياخد الورديه بتاعته فور سكيورتي وهو ماشي بيريكوجنايز البيبول وهو ماشي بيبتدي يتعرف على الناس بيبعت للكلاود وبيعمل نفس القصتين اللي انا كنت بتعرف عليهم. ممكن افرجهم على حته الليبيتيشن ده الريسيرش اللي احنا بنعمله في اللابس عندنا. احنا عندنا اللابس مليونز ما بندخلش في حاجه زي كده. ده الروبوت اللي بيتحرك سينونومز وبيأفويد اي حاجه كنت بحطه اتغلس عليه تحط كرسي هو بيعرف يتحرك وعارف التارجت بتاعه يعني بيكونترول الباص ده 100% السوفت وير بتاعه معمول هنا بالمنظر ده. And اول قدام الباب برضو الباب بيبتدي يفتح زي ما شفت المالتي ايدنتيفيكيشن. فبنركب ايديا فوق ايديا فوق ايديا الروبوت ده مصرح يدخل المكان ده يبتدي يدخل اند يبتدي الكاميرا بتصور. عاملين واحد تاني على هوفر بورد. فتحنا الهوفر بورد وغيرنا الريبليسمنت بتاعت لانه في اوتو بالانس في جيروسكوب وفي اكسلرومتر وفي ماجنومتر. غيرنا البورد بتاعته وعاملين تراي الثانية على اوفر بورد ومركبين عليها ستاند بيعمل ستاند ويبتدي زي ما انتم شايفين بيرسم الباث بتاعه. ده المبنى بتاعنا في مدينة نصر ويبتدي يرسم الباث بتاعه انه يروح الوردية بتاعته ياخد الكلام ده
مستخدمين الترا وايد اند سنسورز ومع بيكونز عشان نبتدي نحدد اكزاكتلي مكان الروبوت في المبنى عامل ازاي بحيث ما يتوهش. حته ان الروبوت ده ما يتوهش دي موضوع كبير. والاوت دور روبوتس بالجي بي اس موضوع، والان دور روبوت ما ينفعش بالجي بي اس ده موضوع ثاني خالص. يعني تو ستاديز مختلفين كمان، فده جزء من اللي معمول، وده الجايروسكوب بتاعه وازاي بيوزن نفسه ولو وقع يعدل نفسه وكل الكلام ده. زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده 100% معمول بشباب زي الورد زي اللي انا شايفهم قدامي. لا احنا نتمنى جزء من حضراتكم يكون في شركتنا فيري سون. ده الديفيكيشن اللي عاملينها بلدي لفينه ايفنت مايكرو كنترولر هوقفك شويه. في حاجه لو بتدخل على الفيزيكس كده حاجه اسمها هالبك اري، انك لو عملت ارينجمنت للماجنت بشكل معين تلاقي الفلوكس فوق يكنسل اتش اذر وتحت بدل ما يبقى 1 تسلا يبقى 5 تسلا. اوكي 5.3 تسلا شيء هيوج ماجنتيك ثينكس. فليها ارينجمنت معين سهل موجود على الانترنت كانت ديسكفرد 2008، فممكن تجربه زي كده. اللي احنا عندنه فيري يونيك اكستريم يونيك انه لو انت حركت الماجنتيك دي فيزيكالي على موتور فتلاقي بيحصل على كوندكتور تلاقي اوتوماتيكلي كده يحصل لها ليفيتيشن زي طبق الطاير كده يطلع اوتوماتيكلي كده هليكوبتر من غير مروحه. نثينج جربوها اوكي. لكن عايز هيوج باور وبتسخن جامد جدا، فاحنا اللي جت لنا واي نوت نقلبه اي او تي، انه بدل ما الموتور يحرك الماجنت زي الموتور نخلي الماجنت واقف في مكانها والماجنتيك فيلد هو اللي يتحرك يوزنج مايكرو كنترولر زي راسبيري باي واي تي. اوكي which is the same like treadmill. بدل ما انت بتجري بالارض واقفه خليك انت مكانك والسير هو اللي بيجري. سيم سيم الديفرنس اكستريملي هيوج. فلو انت هتستخدم 100 وات عشان تحرك الماجنتيك فيلد وتعمل ليفيتيشن او اكتر ممكن تستخدم 2-3 واتس وتعمل اكتر من ليفيتيشن. العمليه عماله تطير كتير قوي. طبعا منين الحاجات دي بلدي على قدنا لغايه اما الحاجات تبقى سوبر ناينس تيجي. هوري حضراتكم الليفيتيشن عامل ازاي. الحاجه تلاقي وده اللي مركبينها في الروبوت بتسيب المكان وتطلع زي القطر الهايبر لوب او الماجنتيك. That's one of the great ideas اللي احنا عاملينها ان using virtual uniform magnets كلها ICT ما حدش يتقبل من الفيزيكس. انت بتمسك حاجه فيزيكس كنا بنسقف لما يلغوا الدرس زمان، دلوقتي بنعيط ان احنا مش فاكرين الحاجات دي. كنت بكلم مع دكتور محمد دكتور اسامه قبل ما ندخل هنا انه قبل مش عايز اقول زي الصحه قبل الصحه التعليم لو اتصلح everything هيتصلح حتى الصحه. انا شايف انه جواك وجوايا بوتنشال ربنا حاطه هيوج اف يعني في كل واحد طاقه روحيه لو تطلعها يا محي. كل واحد جواه بوتنشال هيوج اوف انوفيشن لو لقى المكان المناسب الفكره المناسبه. وتجري من كلمه مفيش فايده انسى انت في مصر انسى قول له انت انسى. هوريها لكم برضه الريسيرش اللي احنا بنعمله دلوقتي. فتحنا حاجه جديده عندنا في الشركه تحديدا بقى في الممنوع which is genome technology. اوكي انا شايف انه الفتره الجايه هيحصل صراع رهيب في شركات الاي سي تي. Are we going to digitize human or humanize digitals؟ هتخلي في روبوتس تحتل العالم يبقى فيها artificial intelligence ولا هتروح للناس تركب فيها شويه chips وتبقى سوبر بيبل؟ اوكي الكلام شويه غريب. الكلام ده كان كله ساينس فيكشن. لكن 2011 كان في واحد جابانيز كده كان بايو كيمستري ما بيتكلمش خالص انجينيرنج. هي ديسكفر سمثينج اسمه كريسبر كاس 9. كريسبر كاس 9
هتكلم طب شويه. CRISPR stands for clustered regular interspaced short palindrome microbeads. لو حد فيهم حاجه يفعل اوكي. It's big names انه باترن بيحصل جوه الدي ان ايه بتاع السبيشيز عامه اي كائن حي سواء كريوتيك سيل او يوريكريوتيك سيل. انا مش عايز اتريقكم بايوكيمستري لكن it is behavior موجود في البانة وفي السحلية وفي الجلد وفي حضرتك وفي الدنيا حتة الدي ان ايه. And فلقى انه عما فيروس بيجي يحاول يقتل بكتيريا حرب ما بين الفيروس والبكتيريا في بكتيريا موجودة باي تريليونز في بطن كل واحد فينا اسمها ايكولاي عندها تكنيك رهيب ان اول ما يدخل الفيروس فبتشوف الدي ان ايه قدامها بتعمل كوبي منه اسمه ار ان ايه ولما بتعمل كوبي منه بتروح هو شافه بيبوظ ازاي الدي ان ايه بتاعها فتروح تعمل كات اند بيست ايديتنج وورد بروسيسور كات اند بيست فبتعمل جين ايديتنج ولقطوها بتوع الاي سي تي كالعاده وبداوا يدخلوا الكلام ده على ماشين ليرنينج عشان يبتدوا يريبروجرام الجينز. Do you imagine if you reprogram the genes, I thought it? Huh? يعني مش يعني لا قدر الله ممكن حاجة زي كده تحصل بس you can انك تقدر تقضي على كل chronic diseases اللي موجودة دلوقتي ما لهاش أي حل من ناحية الطب أو الكيمستري أو الدواء. البروبابيلتيز انك تعمل دواء جيني it's 1 over 18 billion في الترايلز which is شبه استحاله. حتى الدواء العادي اللي بيتعمل ساعات يقعد في المعامل 20 سنه عشان يطلع زي فيروس سي عندنا كانت كم واحد مات ساعتها. الكلام ده كله كان بيحصل خلل جيني انسايد كل واحد فينا فممكن يحصل خلل جيني ده يكون لا قدر الله كانسر لا قدر الله سكر لا قدر الله ضغط لا قدر الله فشل كلوي حاجات كتيره جدا ديو تو انه الجين اللي ربنا خلقه فينا كويس ديو تو انفيرومنتال والتلوث والشيله والستريس والكلام ده حصل له جيناتيك ديسوردر. اوكي مايكروسوفت عامله بروجرامينج لانجويج اسمها دي اس دي مش سمعتوا عنها ولا لا ستاندز فور دي ان اي ستراند ديسبليسمنت بيعمل كات اند بيست. احنا دلوقتي بنقدر نقرا من الجين كويس جدا نقدر نقرا الجين والحرب الجايه بدل ريد رايت. هفرج حضراتكم شويه ريسيرش معموله وشويه ريسيرش احنا بنعملها في موضوع جين انت على كلاود. لو تدخلوا على الكلاود مايكروسوفت وجوجل واي بي ام عاملين جينو داتا بيز هيوج ممكن تلعب بيها وتعمل بيها فانتاستيك ثينكس. الكلام ده كان استحاله يحصل unless عندك بروسيسنج باور رهيب وكلاود رهيب والكلام ده باي ذا واي للطلبه فري فور تشارج. اوكي فمفيش حجه انك يو دو نوت تراي الحاجات دي. هفرج حضراتكم واتس انسايد فيجوال اي اس دي. The sequence specificity of DNA means that the kinetics of DNA strand displacement can be directly simulated using the DSD tool. For example, an elementary strand displacement reaction is shown in which an input strand displaces an output strand. The input strand has the correct complementary nucleic acid sequence to bind to the toehold, and once bound, it can displace the output strand base by base. Because single strands are used as both inputs and outputs to this system, the output from one circuit can be used as the input to another, so that scalable circuits can be created. In theory, the rules of strand displacement can be used to program any logic system that can be expressed as a chemical reaction network. For example, we can implement the reaction A plus B goes to C, the biological equivalent of a join gate. The first input strand binds to the complementary toehold, displacing the attached strand. This then reveals a second toehold, which corresponds to the second input strand, which is then able to displace the output strand. Only when both input strands are present will the output strand be released.
The presence of a further strand which binds to the output molecule and contains a fluorescing molecule allows us to track the progress of the reaction. This joint gate reaction can be viewed as an abstracted nucleic acid sequence, and the dynamics of the reactions can be simulated using the DSD tool. Yeah, مش عايز اكمل كتير في الكيميكالز بس زي ما انتم شايفينه هم حولوا الموضوع into mathematics, into AND gate و NAND gate و NOR و the same sequence exactly. So بدل ما بتتعامل مع 0 1 بتتعامل هنا مع 4 digits. خلقة ربنا ان كل دي ان اللي في الدنيا عبارة عن 4 letters, 4 molecules, فوسفور وكربون وسكر وهكذا. بيسموهم E في سي جي يعني. فما فيش غير ان الـ E لازم ما تتفاعلش غير مع الـ T والـ CG ما تتفاعلش غير مع الـ G. ما يحصل خلل زي الكانسر او ايفر تلاقي وانت رايح تلاقي تي مفروض اللي مع ايه تلاقي مع سي. فلو عدلت لو عملت كات للحته دي وعملت ميست من اي جين كويس من اي دي ان اي كويس تلاقي الكانسر راح. خدوها مني كلمه موست بروبابل الكانسر هيختفي in 8 years from now. انا كنت قاعد في معمل يعني من ضمن الفيو بيبل اللي قاعدوا في مايكروسوفت في سياتل انه هيطلع من سوفت وير كامبني اي سي تي هيحل المشكله دي مش ميديسن وده مني كده ميديسن جاب اخره اوكي لكن الحاجات الجايه في الجينيتك ديس اوردرنج هتتحل باي اي سي تي بيبل باي انجينيرنج بيبل وزي ما انتم شايفين انه لسه الاسبوع اللي قبل اللي فات بدأوا يطلعوا التشخيص يوزنج ارتفيشال انتليجنس فالدكتور بيبتدي يشوف شويه اعراض يشوف شويه تحاليل الكلام ده ويقعد يفتكر في الكليه والاكسبيرينس بتاعته لا برد ولا مشكلة تانية ولا ممكن تكون أي حاجة ممكن لا قدر الله واحد يكون عنده وجع في المعدة ممكن يكون برد في المعدة ممكن يكون كانسر في آخر you don't know فدلوقتي using machine learning and artificial intelligence في ممكن تعمل تشخيص على الإنترنت تبعت لكل every single thing يوم يحس بالسنسور يسمع بطنك يسمع صدرك يسمع كل الكلام ده يقول لك 90% من اللي عندك كذا 85% عندك كذا كذا اعمل كذا اعمل سوبر سو يبتدي يقول لك الماده الفعاله للدواء كل الكلام ده طبعا لغايه دلوقتي احنا عملوها تحت الاشراف دكاتره عشان بس الدكاتره ما تروحش بدري لكن بعد 10 سنين هتلاقي الموضوع كلمه طب هتختلف تماما هيبقى انوفيتيف انوفيتيف دكاتره هم اللي موجودين والدكاتره التراديشنال للاسف الشديد هيروحوا وده الاي سي تي او الانجنييرنج هو اللي هيحل المشكله دي. ده مثلا حاجه برضو من البيج داتا وفي الجينوم وده جزء كتير قوي هتلاقوا على الكلاود بتاع البيج كومبانيز دلوقتي انك ممكن تستخدم. How much research in genomics is also now going beyond diagnosis and looking at treatment options as well using a technique called gene editing. The idea of gene editing is very simple. You give the biomedical researchers a way to make very precise and targeted changes to the gene. Now, why would you want to do this? Well, there are two reasons. The researchers can totally knock out or disable a gene and understand its function, for example, in a mice. Or, if they know the function of the gene, and if it's a faulty gene, say in a human, they can insert new DNA to restore the original function of the gene. This sounds fantastic. And the magical tool that's enabling this is called CRISPR. And Robin, if you can put it up, software engineer. I mean, hints were input from our designer software with medicine, and they were here to study gene editing. In my IT, how do you have a smart gene imprinter? Okay. And you compose the larva molecules, the Russian is Allah, the Hagat, the buzzard, due to the environment. الكلام ده عيط على كل محاضرة حضرتك ما بتحضرهاش وبتسقف لما تتلاقي حاجة في المنهج الموضوع 100% من الوقت اللعبة في ملعبكم الفترة الجاية زي ما تكنولوجي برضه الفترة الجاية هتلاقوا يعني موضوع البروسيسنج باور والكمبيوتنج باور هيحصل فيها طفرة مش جرافين زي قالوا جرافين المايكرو بروسيسورز اللي موجوده دلوقتي جابت اخرها يعني كانت i3 بعد كده i5 بسرعه بعد كده i7 بسرعه
دلوقتي مطلعين قبل كام سنه اي 9 على استحياء شديد جدا، هل هيطلعوا اي 11 بتاع انسري سنه؟ غالبا لا، ولو طلعوا هيطلعوا بعد سنين كتيره جدا. الريزون انه لو حد كان فاكر دروس الكوانتم ميكانكس، انه اول ما المولكيولز تقرب من بعضها جامد قوي في السيمي كوندكتور بيحصل حاجه اسمها تانا اليمنت، بيبقى في الالكترونز، الثري الكترونز دي بتبتدي تهرب من الاتوم بتاعها تروح اتوم تاني. Unmanaged مش انت اللي قصدك تعملها، لكن الزيرو يبقى 1 وال1 يبقى زيرو، ومره يروح ومره ما يروحش، فيحصل ان البروسيسور بيتخرب. واحد محظوظ جدا من كام سنه كان بيلعب بالسوليتير مع حاله رصاص، وعمال يشيل بالسوليتير ويعمل سوليتير ويعمل، ده من ضمن الناس المحظوظين اللي خدوا جايزه نوبل وهو بيلعب. وفي الاخر خالص ممكن تعملها في البيت، تجيب قلم رصاص وتعمله وتعمل بالسوليتير بالسوليتير، وتحطها تحت الميكروسكوب او الميكروسكوب الالكتروني، لا في الاخر خالص اتكون لك سيمي كوندكتور الثيكنس بتاعه 1 اتوم 1 اوفر 10 تو ذا باور اوف ماينس 34. حاجه ما تتشافش. وده التكنولوجي الجديده اللي نازله في البروسيسورز جرافين، اوكي؟ وبالتالي وده ممكن تطبقها وتشيلها وتطبقها وهكذا. فحته الجرافين دي مع النانو تكنولوجي مع الجينو تكنولوجي مع الارتفيشال انتليجنس مع الماشين ليرنينج مع البيزنس انتليجنس، دول هيريشيبوا العالم الفتره الجايه. واوعى تقول انه مفيش فايده، احنا اكيد الحاجات دي متحدثين عنها. بلاي بلاي بلاي، هتلاقي الموضوع فكره جابت فكره وفكره جابت فكره. التكنولوجي كانت زمان كل واحده تقول له هي احنا متكعبلين ليه في مصر والبلاد العربيه؟ لكن ما عندناش امكانيات. فظهرت في الخليج امكانيات رهيبه، بترول وفلوس ومش عارف ايه. طب في ايه؟ مش عارف. التكنولوجي دلوقتي ما فيش حاجه اسمها فيش امكانيات. البي سي اللي عند حضرتك، الاوكتا بروسيسور اللي موجود في الموبايل بتاع حضرتك ده، كان قد مين فريم سنه 1992. اوكي؟ فبالتالي الامكانيات اللي موجوده وموست اوف ذيم ار فري، تقدر انت تستخدمها، تقدر تعمل زيك زي بالظبط اي واحد موجود في اي حته في العالم. افتكر ان الراجل اللي عمل اوبر اب كسب السنه اللي قبل فاتت او دخل 70 مليار، شركة فورد أكبر شركة عربيات، هو عمل حاجة على العربيات دخل 70 مليار، شركة فورد دخلت 62 مليار بالآن. أوكي؟ ذا سيم فور واتساب، ذا سيم فور فيسبوك، ذا سيم فور جوجل سيرش، ذا سيم فور مايكروسوفت، ذا سيم فور إيفريثينج. إيفري سينجل ثينج إت إز يوزد باي برينز، they believe in themselves، حاسين إن ربنا مديهم بوتنشال عالي جدا. وما تركنهوش، ما تقولش ما فيش فايدة. It's inside every single one فينا. كم potential unbelievable ربنا حطه، أنت بس افتح له ويقول لك ما فيش فايدة، قول له ما فيش فايدة. I will go. Thank you very much. ولو لحضراتكم لكم أسئلة could be my pleasure. هنذكر المهندس جمال على التوك الشايب ده، وانا اتمنى يعني انا خاصه انا سعيد بالعدد اللي موجود قدامي، بس خد بالك المسج اللي وصلت ان حضراتكم لو اتعلمت كويس النهارده انت اللي هتلين العالم، انت هتربليس كتير من الجوبز. فاللي هيعمل انفستمنت في نفسه دلوقتي ال 20 30 40 سنه الجايين لك. وبعدين الجميل في اللي بيقوله المهندس جمال، جاست انك انت اشتغلت وماستر الموديل، الموديل ده ممكن كان بيه كاستمايز في ديفرنت بزنس دومينز، وده التالنت اللي موجود عند شركه هيتس. انا هفتح المناقشه لو في حد عايز يسال المهندس جمال. ميعادنا ان شاء الله في الفطور بتاع شهر مايو، ومعادنا ان شاء الله في الكومبيتيشن اللي هي الثلاث اللي جاي، لا الثلاث اللي بعده. وبعدين انا طالب حاجه وعايز اشوف الفيدباك بتاعكم. انا عايز يبقى في توك احنا نعمله وتوك حضراتكم تعملوه. فلو اي واحد من حضراتكم او اي جروب من حضراتكم عنده موضوع عايز يتكلم فيه، يا ريت يسكندر معانا ونبدا نعلن ونعمل جازرنج زي ده، ونسمع حضراتكم نيو ايدياز او نيو بروجكتس او حاجه انت بتريب او حاجه انت عاملها او حاجه انت عايز تسكس معاها. ماشي؟ لو في بقى اي حد عنده اي اسئله. Thank you.
هو حضرتك قلت ان انت ما عملتش في الصين. ليه بقى تقول لا؟ الموضوع كواليتي. يعني يوروب مصنع اللي كلمناه كانت رحنا عملنا نيجوشيشن معاهم كتير قوي لان مصنع برايس كويس عملنا. وفي ايجيبت دي زي ما قلت لحضرتك انه كان برضه عشان بدانا كنا نسوق الموضوع ده فكان لازم نعمله بسرعه فعملنا البروتوتايب في مصر بالخشب والاكريليك والموديلنج عندنا ورك شوب ومعمل اتكلم كويس وكانت اقرب شركه لينا وفهمتنا وفهمناها كانت شركه تشخيص مبكر. معلش هو كان ايه رد فعل استاذ حضرتك لما حضرتك عملت اول سوفت وير؟ كان هو قال لحضرتك ان مفيش فايده وانت بعد كده حضرتك حققت اللي حضرتك عايزه. هو لغايه دلوقتي صديقي واستاذي وجاري واحنا دلوقتي كرنتلي عاملين اكتيفيتيز مع بعض ف الموديل بتاعه دلوقتي خد الهاردوير ده يسوق ويشيل ويحط وانا شغال في السوفت وير. ف طبعا زي ما حضرتك قلت انه كانت فيجن ودي مش فيجن بتاعتي دي موجوده كل جوه واحد بس الاحباط اللي بيجي للجينيريشنز معينه انسى 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 مفيش فايده مش هتحصل هي دي الفعل. Nothing else. شكرا. الأفكار طبعاً اللي طالعة عظيمة جداً. كنت عايز أعرف أكتر عن البروسيس اللي بتجنريتوا بيها الأفكار لأن أنا شايف التيم كله مثلاً فيزيست وإنجينيرز وساينتست والأبروتش بتاعكم هيومن سنترد أو الهيومن نفسه فممكن أنتوا مثلاً تبقوا داخلين انفايرمنت مش بتاعتكم فممكن تخرجوا السوليوشن أصلاً مش تيلرد على الانفايرمنت اللي داخلينها فبتمشي. احنا يعني الديفلوبرز زي ما قلت 85% اي سي تي كمبيوتر ساينس كمبيوتر انجينيرنج والتخصصات الثانيه دي عشان الموضه بتاعت الاي او تي او التكنولوجي بتاعت الاي او تي ات ريكوايرز ميني اذر انجينيرنج سبيشالست اوكي لكن الموضوع كله مينلي سوفت وير اوكي احنا بنعمل برين ستورمنج بيبقى في الناس في الشركه هم بيليدوا الاستراتيجي بتاعت الكومباني بنقول احنا شايفين ان احنا عايزين نعمل الكلام ده. وبنبتدي نعمل برين ستورمنج زي حضرتك بتدردش كده بس احنا بدل ما ندردش على الفيسبوك والتويتر احنا بندردش كتير قوي 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 تكنولوجي ما بنخش خالص على الفيسبوك باي ذا واي. وبعد كده بتطلع ايدياز من شباب صغير زي حضراتكم كده ساعات بتكون جريت بشكل رهيب واحيانا تتقال بشكل فن ولاقي لا ممكن تنجح وتبتدي نحط دايركشن ونعمل رود ماب ونعمل بروتوتايبنج زي ما الكتاب بيقول. بس احنا اي حاجه من هنا بنجري وراها يعني انا مش عارف ايه وهكذا يعني احنا دلوقتي مثلا زي ما حضرتك قلت احنا عمالين نابلاي في الاي او تي ممكن تروح كل اسبوع اسبوعين تلاقينا عندنا ميتنج مع بيج كمباني عايزين يعملوا لنا سوليوشن. احنا في محطه الكهرباء من اكبر محطات الكهرباء بتتعمل في العالم بتتعمل هنا واتجاه الدوله ان الحاجه اللي تخلص في 5 سنين تخلص في سنة ونص فبيبقى فيها الاف العمال اللي موجودين فطلبوا مننا نعمل ازاي لان الكلام ده بيتكلم على بليونز فاللي احنا عملناه ركبنا لهم سنسورز زي مسلك الساعه بيتقص في اخر اليوم زي بتاع كلاب بتاع النادي او الفندق وبعد كده حطينا سنسورز على المعدات لان كانت المشكله الحفار ده راح هنا وده اللي مش عارف الديجر ده راح مش عارف ايه وهكذا وبدانا عملنا على الماب بتاعت الموقع بتاعهم انه كل واحد من ال 10,000 نقطه دول موجود فين اكنه عربيه اوكي وايه علاقته بالمكنه اللي المفروض يشتغل عليها وايه علاقته بالمهندس وبعد قد ايه راح الكافيتيريا ورجع بعد تلت ساعه ولا راح الكافيتيريا ورجع بعد ساعتين احنا كنا مركبين السمارت اتندنس وعمل هيوج ديفرنس بس ده على البيت لكن مش معنى انك دخلت الساعه 8 وطلعت الساعه 4 انك من 8 ل 4 اشتغلت ممكن تشتغل ساعه واحده والباقي مزوغ ورايح وجاي وهكذا. فحطينا وي هاف يوزد عملنا اناليسيس كتير قوي احنا استخدمنا كايند اوف سنسورز استخدمنا بيكون تكنولوجي جايه من
اللي هو Bluetooth Low Energy. دي تكنولوجي very promising actually, وهتكون جميل جدا في حاجات كتير في IoT. فركبناهم زي الساعة الأكوستيك ده, ووصلنا الكلام ده ببروجكت مانجمنت بتاعهم اسمه بريمافيرا, اميزنج بروجكت مانجمنت. فحيث قال العامل الفني رقم واحد مكلفك قد كذا, ده ما اشتغلش غير 4 ساعات, حاسبوا على كذا. انا عايز اقول لكم الار او اي بتاعتها عامله بدون مبالغه 550%, بيوفر قد التكنولوجي اللي احنا بنركنها له 5.5 مرة الكلام ده. يعني لو السوليوشن بتاعه بمليون, هو موفر فيه 5.5 مليون. It's one of the things انك انت دايما في الاي او تي بتستخدم your knowledge وسكيلز انك ازاي تحل المشكله. نعمل نفس الحكايه predictive maintenance for example. فتلاقي الناس بتوع الانجينيرنج بتوع الميكانكس انجينيرنج يتكلموا معانا ازاي تتوصل بالبامب وتتوصل مش عارف بالموتور, ونقرا من الجرينينجز بتاعته. It's one of the things اللي احنا بنعمله. الاي او تي for anything. احنا بنتركوا عشان المحاضره تكون 10. طبعا ميرسي لحضراتكم, ميرسي لوجودكم, وميرسي لتشريف الباشمهندس جمال معانا. الحقيقه انا واحد من الناس اللي كان ليا شرف اني ازور شركه هيتس واني اشتغل مع شركه هيتس. شفت تكنولوجي ما شفتوش في اي حته في مصر, شفت انوفيشنز ما شفتهاش في اي حته في مصر, اتعلمت كتير من الشركه ولسه بتعلم منه. لكن الحقيقه مش ده اعظم ما شفته من الشركه. اعظم حاجه انا شفتها في شركه هيتس السبيريتس, اللويالتي بتاعت الناس. وهو ده سؤالي لحضرتك, ازاي بتقدر تخلق السبيريتس واللويالتي بتاعت الناس اللي توصل لده؟ شكرا. باي نيتشر بدأنا في الشوارع تلاقي ماشيين مكشرين في وش بعض كتير, لكن باي نيتشر المصريين فيهم حتة الباشن اللي هو بالعربي كده يسموها المجدع. فباي نيتشر لو قدرت الراجل اللي لسه طالع من الكلية ده واديته يعني ريسبكت ومساحة يقول رأيه فيها, تلاقي الباشن ده بيظهر, بيختفي الحتة بتاعت اشمعنى وانا مش عارف ايه, وتظهر حته الباشن اللي موجوده. اي ثينك دي في الدي ان اي بتاعتنا موجوده, مردومه ديو تو ميديا والاحباط والشله والحقه, لكن موجوده فينا من ايام الفراعنه. يعني جدعان مع بعض وبنحب بعض. فالانفايرمنت دي كنا بنعملها من اول الاوفيس بوي, كنا بنجيب الاكل كل يوم ناكل مع بعض كلنا من اول سي او لغايه الاوفيس بوي. واحنا دلوقتي عاملين ايفن بيج ريستورانت اميزنج, وانا عامل لهم جيم, عامل لهم فان روم, وعاملين انفايرمنت فيري فريندلي. فالتيم اوريدي في الباشن ده. احنا كل اللي عملناه يعني حكينا الفانوس عشان يطلع الكلام الجميل اللي هو كل واحد فيه. بس حضرتك خريج ايه؟ لان انا حاسس يعني ان النولج بتاعت حضرتك حاجات في مجالات كتيره جدا, فيزيكس, بيولوجي, يعني بشكل عام. يعني كنت عايز اعرف حضرتك اصلا خريج ايه, ويعني كشغل في سوفت وير. انا زي مارك زوكربيرج وبيل جيتس ما كملتش تعليم, قصدي يعني لا, انا هندسه عين شمس 87 سيفل انجينير مهندس مدني. بس عشان ايه يا مهندس مدني, اتس ون اوف ذا ايجيبشن ميستيك اللي عملتها. كانت ساعتها كانت ايامنا يعني كانت الموجه بتاعت مباني زي دلوقتي. فكان عندنا في عين شمس كانت تقديراتها عاليه جدا تدخل مدني, والتقديرات اللي اقل منها تدخل عماره, وبعد كده الكهرباء التخصصات بتاعتها, والتخلفات ايامها كده. انا دخلت كهرباء على اساس ان انا طول عمري كوميونيكيشن كمبيوتر اللي وكل دماغي يعني, وديو تو ان الانتي بتاعي اللي موجود دلوقتي في الشركه برين كبير قوي دخل مدني عشان شافع ماركت وهكذا. انا لو قالت ليه رحت حولت بعد 15 يوم, انا رحت مدني.
على تلتة كلية كنت أغلب الوقت لما فيه كان في اللابس بتاع الكمبيوتر فرانشايز. كانت مادة دي بدأت يعني أعمل قضية خلعة كده. وبعد ما اتخرجت على طول اشتغلت مدني يوزنج سوفت وير، وبعد كده بدات اذاكر سوفت وير فروم سكراتش تاني. كنت طبعا طول الكليه بذاكر سوفت وير اكتر ما بذاكر مدني، وكملت الكارير بتاعي سوفت وير بدات ازاي لحظه يعني. لكن الكمبيوتر او الكمبيوتر ساينس اتس في جزء كبير قوي انوفيشن وارت، وجزء كبير جدا نولج، والنولج بتاع 1999 ولا سنة 90 ولا 87 دلوقتي كل سنتين بتغير الوقت بتاعتنا. أما موضوع الطب والحاجات دي فعشان تعمل سوفت وير أنا يعني ربنا مديني إن أنا ممكن أقرأ كتابين بيولوجيا كأني بقرأ هرمون، كتابين كوانتم ميكانكس كأني بقرأ هرمون، يعني دي حاجة بحبها يعني. كل ما تيجي تخطر على بالي حاجة أبتدي أجيب كام كتاب كده وأحبشهم الفجر الصبح الساعة 4 لا 9 7 زي يعني معاكم الشهر الجاي ان شاء الله. نشكر المهندس جمال، نشكر شركه هيتس، نشكر الاستاف الاساتذه اللي حضروا معانا، ونشكركم. نشوفكم الشهر الجاي ان شاء الله. شكرا.